السلام عليكم أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات، ومرحبا بكم فيديو جديد، حصة جديدة إن شاء الله بإذن الله. حصة اللي هي خاصة بتلاميذ سنة جدع مشترك علمي خيار فرنسي ترونكومان سيونتيفيك بيوف. دونك هاد الحصة هذه غادي نديرو فيها تتمة ديال الدرس. كنت حطيت الفيديو الأول الفيديو الثاني فيه لي بارتي الاولين ديال الدرس ديال لي فاكتور اضافيك ديال اي لو غولاسيون افيك لي زيترو فيفون، العوامل التربوية وعلاقتها بتوزيع الكائنات الحيه. دونك كتذكير كنت حطيت لكم في لابارتي الاولى والثانيه. اول حاجه كنا شفنا لي كونستيتيسيون دو سول، شنو هي المكونات ديال التربه، وقلنا المكونات قسمناهم على حسب ليطا ديالهم. قلنا كاينه ليطا سوليد كنلقاو فيها لابارتي مينيرال، لابارتي مينيرال ولا بارتي اورغانيك اللي هي كتكون مورت. بالنسبه لابارتي مينيرال قلنا كنلقاو الصابل ليمون بيان سور غرافيي انسي دو سويت، هادو كاملين داخلين في لابارتي مينيرال. كاين كذلك لا بارتي بيان سور غازو اللي كنلقى فيها لي غاز، كاينه لا بارتي سوليد اللي هي اللي قلت لكم في الاول، وكاينه بيان سور لا بارتي اللي هي ليكيد اللي كنلقاو فيها لو و لي سبستانس كي سون دي سور دو لو، وكاينه لا بارتي بيان سور اورغانيك اللي هي كتكون فيفون مختلف الكائنات الحيه سواء كانت نباتات ولا حيوانات اللي كتعيش في التراب. هذه بيان سور بالنسبه لي كونستيتيسيون ديال لي سول. موراها دزنا لي كاركتيرستيك فيزيك. لي كاركتيرستيك فيزيك شفنا اربع ديال لي كاركتيرستيك. اول كاركتيرستيك بيان سور شفنا شنو هما، شفنا لا تيكستور دو سول، شفنا الستراكتور دو سول، شفنا لا بيرميبيتي دو سول ما يسمى بالنفاديه، وشفنا كذلك مور النفاديه شفنا لا كاباسيتي دو ريتونسيون القدره على الاحتفاظ بالماء. هادو كاملين كل 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 خاصيه راه شرحت عليكم في الفيديو اللي ما فهمهمش رجع على الفيديو الاول والثاني. هاد الحصه هذه ان شاء الله باذن الله غادي نشوفو سالينا من لي كاركتيرستيك فيزيك، نشوفو لي كاركتيرستيك شيميك دو سول، الخصائص الكيميائيه للتربه. بين هاد الخصائص هادي عندي سكون ابل اسيديتي دو سول، حمضيه التربه. دونك غادي نشوفوا هاد الدوكيمون هذا. دونك هنايا خدينا دو تيب دو سول، عندي سول كالكير وسول سيليسيو ضفنا ليهم الماء، بغينا نعرفوا بيان سور لاسيديتي ديالهم. كيف ما كتعرفوا الا كانت البي اش صغر من 7 راه اسيد، كانت كتساوي 7 راه نوتر، كانت كبر من 7 راه بازيك. دونك كنستعملوا في هاد باش نكشفوا على لاسيديتي دو سول كنستعملوا سكون ابل البابي بي اش، ورق البي اش. دونك كنديروا هاد البابي اوكي كنديروه في هاد لو سول اللي فيه لو، وكيعطينا واحد لاكولور. هاد لاكولور كنقارنها مع واحد الشريط كيكون عندي، هاد الشريط بصوره تيكون انترناسيونال. شمن لون عطاني داك اللون كيعطيك فوالا راه هاد اللون واش اسيد ولا بازيك ولا نوتر ولا انسي دو سويت. صافي مثلا هنا خدينا جوج الانواع ديال التربه، خدينا السول كالكير التربه الكلسيه، وهنا لو سول سيليسيو التربه السيليسيا. بالنسبه للسول الكالكير فاش درنا هاد البابي بي اش خرج ليا لا كولور فيرت. صافي سي تادير انه راه هاد لو سول كالكير راه بازيك. بالنسبه لو سول سيليسيو التربه السيليسيا خرج ليا لا كولور ديالها اورانج، سي تادير ان هاد التربه السيليسيا هي سيتون سول اللي هي اسيد، سول اللي هو اسيد. ودائما كاين علاقه ما بين بي اش والاش بلس، شنو هي العلاقه؟ الاش بلس لا كونسونطراسيون ديال الاش بلس. مثلا خدينا واحد الكاس مثلا الليمون، البي اش ديالو كيكون اسيد، يعني البي اش ديالو صغر من 7 ياك. وبالنسبه اللي جينا نعبروا لا كونسونطراسيون ديال لي بروتون اش بلس نلقاه مرتفع، يعني قد ما كان لا كونسونطراسيون ديال اش بلس مرتفع قد ما كيكون البي اش صغير، يعني علاقه عكسيه ما بين البي اش ولا كونسونطراسيون ديال اش بلس. والعكس صحيح، الا كانت البي اش صغيره يعني اسيد كتكون لا كونسونطراسيون ديال اش بلس مرتفعه، والا كانت البي اش بازيك يعني الا كانت البي اش مرتفعه كتكون لا كونسونطراسيون ديال اش بلس كتكون بيان سور كتكون منخفضه. غير كتوضيح فقط. وكاين دوطخو بيان سور اوتي باش نقدروا
نديرو لا ميزور ديال لاسيديتي، كاين بيان سور بي اش ماتر، كاين هاد البابي بي اش. دونك هنا اللي تعقلوا عليه ان البي اش الفاري على حسب لا ناتور ديال هاد لا روش، واش تيتون روش ولا كنلقاو فيها الكالكر ولا السيليس. بالنسبه اللي تعقلوا عليه هنايا، عندي دو تيب دو سول اللي غادي نخدموا بهم هنايا في هاد الدرس هادي. عندي السول الكالكر، التربه الكلسيه والتربه السيليسيه. دائما التربه الكلسيه فهي كتكون بازيك، والتربه السيليسيه كتكون بيان سور حمضيه. هادشي اللي درناه في هاد الدوكيمون هذا. وكاضافه بالنسبه لي كاركتيرستيك الشيميك ديال هاد السول هذا، عنده علاقه مع لا كونسونطراسيون ديال لي كومبوزون مينيرو. يعني مثلا بحال لو سول سيليسيو كيكون غيش غير من سميتو، ها انتما لو سول سيليسيو التربة السيليسيو الي غيش بواحد الكومبوزون مينيرال اللي هو السيليس، الي غيش ان سيليسيوم و بوفر ان كالسيوم، يعني كيفتقر الكالسيوم سي ا دو بلوس ولكن غيش بالسيليسيوم. وبالنسبه للسول كالكار العكس، التربة الكلسية كتكون غيش ان كالسيوم ولكن بوفر ان سيليسيوم. هادي عقلي لا عقلو عليها حتى هي، اش راح تحتاجوها من بعد. دابا غندوزو ميس اون ايفيدونس سكون ابيل لو كومبلكس ارجيلو هوميك، المركب الطيني الدوبالي، يعني كيتكون من الطين ارجيلو وليوميوس راهو الدوبال. شناهو الدوبال؟ الدوبال سي لا ماتيير اورغانيك بيان سور ديغرادي بار لي ميكرو اورغانيزم، هذيك المواد العضويه بحال مثلا بقايات الحيوانات ولا بقايات النباتات. اون فوا كتكون في التربه راها سي ماتيير اورغانيك، ولكن اون فوا كيجيو ديك لي ميكرو اورغانيزم مثلا بحال المهم لو بكتيري كي لي شامبيون انسي دو سويت، حتى الديدان يعني كيديروا لا ديغراداسيون. اون فوا كي يديروا ليها كيهدموها في لا بارتي الاولى كتحول لي ميس، كتحول الدوبال. هذا هو ما يسمى بالدوبال، حيت بزاف كيتسالوا شنو هو الدوبال، شنو هو الدوبال. ها هو الدوبال الى ماتيا اورغانيك كتكون ديغرادي. دونك هنايا شنو درنا فهاد التجربه هادي، اون بريبار دو سوليسيون دو سول دون دو ايبروفيت 1 اي 2. دونك خدينا جوج ديال لي سوليسيون في ايبروفيت 1 اي 2. دونك في لي دو بروفيت راه خدينا فيهم لارجيل، هاد لو كومبلكس ارجيلو ايميكاني فيهم الطين، هاد المركب الطيني الدوبالي وضعناه هنايا معروف، وكذلك المركب الطيني الدوبالي وضعناه في لي بروفيت 2. ياك هنا شنو لاحظنا مي وضعنا هاد المركب هذا اللي فيه الطين والدوبال، لاحظنا ان لو بقى تخوبل يعني مخلط ما صافيش هاد الماء هذا. بالاضافه شنو اللي خلى هاد الماء بيان سور ما غير صافي، يعني فيه يعني كيكونوا فيه هذيك لي بارتيكول سون ديسبيرسي، يعني لارجيل وليموس كيكونوا متشتين يعني ما مجموعينش مع بعضهم، ما مجموعينش مع بعضياتهم، كيكونوا متشتين يعني كل بارتيكول في جهه. داكشي اللي كيخلي داك لو خوب الغير صافي. هنايا درنا لارجيل وليموس هذاك الكومبلكس، ولكن شنو ضفنا عليه سي ا سي ال دو، هاد غيتفكك وغيتحول هاد سي ا دو بلس، هاد ليزيون سي ا دو بلس الكالسيوم غيولي بلس. مي كنضيفوهم هاد ليزيون اللي هما يا بلس، راه شنو كيوقع لهاد لو كيولي كلير كيولي ماء صافي، وهاد لي بارتيكول سون غوغروبي بيان سور اون فلاكون، يعني كيتجمعوا لتحت و سون ديكونتي. غادي يترسبوا ليا في بيان سور الاسفل ديال لي بروفيت. علاش هادو كيبقاو لارجيلو ليميس مي كيكونوا بجوبيهم كيكونوا سون ديسبيرسي، ولكن ملي كنزيدو لهم واحد الايون كيف ما كان ولكن يكون شارجي بوزيتيفمون كيجمع ليا ما بين لارجيل وليميس وكيترسبو في الاعماق. علاش؟ حيتاش لي بارتيكول بالنسبه لارجيل، لا بارتيكول ديال لارجيل راها شارجي نيجاتيفمون. انا غنمشي ل انتوما باش تفهمو كتر. دونك بالنسبه لي بارتيكول، لو بارتيكول ديال لارجيل كيكونوا غروس كيكونوا كبار، ديك الجزيئات ديال الطين كيكونوا كبار وكيحملوا دي شارج، كيحملوا اشارات داكو، لا شارج ديالهم كتكون نيجاتيف، اي سون شارجي. ها هما رسمنا لا بارتيكول ودايرين بها دي شارج نيجاتيف. دونك تكون في هذا لو شيما اكسبليكاتيف، عندي لي بارتيكول دارجي اي سون غروس، دونك اي سون شارجي نيجاتيفمون كوم فو فويي،
وعندي هنايا دي موليكول داسيد اوميك ولا دليميس سي سون اوسي شارجي نيجاتيفمون دونك لي دو ايل سون شارجي نيجاتيفمون دونك اوتوماتيكمون بانهم ايل سون شارجي نيجاتيفمون اشنو غادي يوقع لي غيوقع بيان سور واحد التنافر ما بين هاد جوج ديال الجزيئات وبالتالي هاد لي بارتيكول ايل سون ديسبيرس غيكونوا متشتين داكشي علاش غيبقى هداك لو طروبل الوغ كو في التجربه الثانيه فاش ضفنا ليهم داك سي ا دو بلس دي زيون كي سون شارجي بوزيتيفمون كوم فو فوي ها هما هاد لي زيون ديال سي ا دو بلس دو كالسيوم ولا لو فير ولا المهم اي شارجي بوزيتيفمون اون فوا كنضيفو هاد لي زيون شارجي بوزيتيفمون شنو كيوقع كيوقع واحد التجاذب ما بين هاد لي زيون كي سون شارجي بوزيتيفمون مع لارجيل مع هاد لي ميوس وبالتالي بحال نقولوا هاد لي زيون بوزيتيف كي يجذبوا لي هذا لي مو كيجمعوا لارجيل مع لي ميوس وبالتالي غيتجمعوا ومني غيتجمعوا غادي ال سون دي كونتي فيغ بيان سور هنا لتحت ديال هاد لي بروفات غادي يتجمعوا سو فورم بيان سور ولا اي سون غروبي كوم اون فلاكون و سا فا دي كونتي في لا بات ديال هاد لي بروفات دونك هذا هو التفسير علاش هاد لي ميوس و لارجيل ملي كنزيدوهم دي زيون سي ا دو بلوس راه هما كيترسبوا ليا في الاعماق في الاسفل ديال هاد لي بروفيت مي تيكونوا بوحدهم راه كيكونوا ديسبيرسين متشتين علاش حيت لا شارج ديالهم كيتشابهوا جوج بهم نيجاتيف دونك هنايا السؤال كيطرح شنو هو لو رول ديال هاد لو كومبلكس ارجولو اوميك افترضوا مثلا جات لي بلوي ولا لو وفيه لي بلوي راه فيها دي بيان سور دي زيون بوزيتيف فيها دي سيل مينيرو فيها عناصر معدنيه هاد العناصر المعدنيه راه مهمه للكرواسونس ديال لي بلانت ولا للديفلوبمون ديال لي بلانت مهمه هاد لي زيون بوزيتيف ولا هاد لي سيل مينيرو يعني لي سيل مينيرو كاينين لي سيل مينيرو اللي هما بوزيتيف كاين لي نيجاتيف كنهضروا على لي سيل مينيرو كي سون شارجي بوزيتيفمون مثلا جات قلنا هاد لي بلو فيها هاد لي سيل مينيرو كي سون شارجي بوزيتيفمون نفترضوا هاد الكومبلكس ارجيلو اوميك ما كاينش اون فوا تجي الا كانت في التربه مثلا ما كاين والو كاينش هاد لارجيلو ليميوس واش في نظركم هذيك التربه غتقدر تشد ليا هذاك ليميو تقدر تشد ليا ديك لي سيل مينيرو كي سون شارجي بوزيتيفمون ما غاديش تشدهم وبالتالي غادي ينسابو الفون بيان سور ils ont bien sûr s'écoulé vers bien sûr le fond غادي يهبطوا ليا في الاعماق هاد لي زيون هادو ما تقدرش ديك التربه تشدهم عندها وبالتالي النبته ما تقدرش تستافد منهم داكشي علاش غادي ينسابوا الى الاعماق مع الماء داكشي علاش اون فوا يعني ما تستافدش منهم لا بلونط وبالتالي لا فيرتيليتي دو السول ديك الخصوبه ديال التربه غتكون ضعيفه في حين الا كان هاد لو كومبلكس لا ديال لارجيلو ليميز الا كان متواجد في التربه الا كانوا بيان سور لي بلوي وكانوا هاد لي سيلمينو هاد لو كومبلكس ارجيلو اوميك غادي يقدر يشد ليا هاديك لي زيون كي سون شارجي بوزيتيفمون بين لارجيلو ليميز يقدروا يتشدوا في التربه يعني ما غاديش يخليهم ينزلقوا الاعماق ما يوقعش لهم سكون ابل تصريف لي سيفاج وبالتالي النباتات ولا بعد لا فيرتيليتي دو سول الخصوبه ديال التربه اي سافا اوغمونت الخصوبه ديال التربه غادي ترتفع والا ارتفعت الخصوبه ديال التربه حتى لا بلونت غتستافد بيان سور من هذيك السيل مينيرو كي سون شارجي بوزيتيفمون يعني ان لو كومبلكس ارجيلو اوميك راه عنده واحد لو رول بوزيتيف يعني شنو تيدير ليا بيان سور ال بيان سور هنا يعطيني التعريف راه هو كيرفع ليا اي لوغمونت لا فيرتيليتي دو السول كيرفع ليا من الخصوبه ديال التربه وكي بيان سور كيرفع ليا من الخصوبه ديال التربه و بروتيج هاد لي زيون مينيرو كي سون شارجي بوزيتيفمون كونتر لو ليسيفاج اي اميليور كيف ما قلت لكم لا فيرتيليتي دو السول نقرا لكم هذا التعريف ديالو لو كومبلكس ارجيلو اوميك est une association de composés organiques,
اسوسياسيون ديال الهاج ديال ليموس مع لارجيل داكوغ، اسوسياسيون ديال لي كومبوزي اورغانيك اللي هو ليموس اي لو كومبوزي دوريجين مينيرال اللي هو لارجيل. سي اسوسياسيون شنو كدير؟ il maintient la structure du sol, elle protège les ions minéraux, elle protège qui les ions minéraux contre le laisser vol et que tu n'as pas des ions qui sont chargés positivement et n'a pas une sable ou les tarifs ou les tachines et ma sèche mais non sur vos petits et ma sèche mais non ne pas et l'améliore ainsi la fertilité du sol ok il faut lire men le chosoba et dire à toi bas et n'est pas et tu les chesba qui te met de fiha head le complexe argilo humide. دونك سالينا من هاد لو كومبلكس هذا ديال لو كومبلكس ارجيلو اوميك غندوز لو رول دو سول دو لا ريبارتيسيون دي سيترو فيفون. شنو الدور ديال التربه في توزيع الكائنات الحيه؟ اول حاجه نشوفو لا كومبوزيسيون شيميك ديال واحد لو سول واش كيأثر على توزيع الكائنات الحيه ولا لا. لا كومبوزيسيون شيميك سيتادير واش سول سيليسيو ولا سول كالكير واش كيأثر على توزيع الكائنات الحيه ولا لا. الكائنات الحيه غادي نبداو بالنباتات و كايكزامبل خدينا لو شيل ليج فاللوط الفيلين. نمشي لفيغور 3 نيشان هنايا عندي توزيع باللوط فيلين لا ريبارتيسيون ديال لو شيل ليج بيان سور في واحد لا فوري ولا بليزيوغ زون هنايا. اول حاجه اون غا اناليزي هاد الفيغور 3 نديرو ليه لاناليز يعني فين كاين هاد لو شيل ليج و فين ما كاينش. دونك في لاناليز يعني بحال كنديرو ديكريغ وصف الوصف داك الشيء اللي كنلاحظو فين كيكون هاد لي شيليج و فين ما كيكونش. دونك اون اوبسيرف كو لو شيليج كون فو فوايي الي بريزون دون لا فوري دو مامورا اي لا فوري دو بنابيد اي لو بلاطو دو سيت دي بطاش اي اوسي دون لو بلاطو دو زاير مي الي ابسون بيان سور دون لو بلاطو دو مغشوش داكوغ. بالنسبه للسؤال الاول دونك هذا لاناليز et formuler des hypothèses qui expliquent l'absence de chilage dans certains endroits. Donc en même temps des hypothèses les quand je vois bien pourquoi le chilage est absent bien sûr quelque part des endroits maintenant dans la plateau de Marchouch il est absent. Donc peut-être mais c'est une des hypothèses rahmoukini qu'on a et moukini qu'on a sahin c'est pas faradia le faradia nous quand on a une faradia ويجي بيان سور دي بيان سور دي دوكيمون ولا هذا من بعد باش يقول لنا ولا باش نتاكدوا من ديك لي زيبوتيز اللي عطينا اش من ايبوتيز اللي صحيحه بوتيتر. دونك دائما في لي زيبوتيز تنقول بوتيتر اون اكسبليك هاد لا ريبارتيسيون ديال الشيليج بوتيتر باغ بيان سور لا ناتور دو سول اما الطبيعه ديال التربه الطبيعه ديال التربه باطون او بيان لي فاكتور بيان سور اضافيك يعني عوامل تربوية ولا لي فاكتور كليماتيك هادو كاملين كنحطوهم داكوغ. هنايا الا لاحظنا هنا شوفوا معايا المناطق اللي تيكون فيها هاد لو شيليج شوفوا معايا في لافوغي دو تمارا شنو هي الطبيعة ديال التربة لا ناتور دو سول كيفاش دايرة لافوغي دو تمارا. دونك هذا الرمز هذا لاش كيشير للصابل كيكون يعني ان هاد لو شيليج كيكون فوق التربة الرملية هنا في لافوغي دو بنابيد شيست كيكون في سيدي بطاش سيدي بطاش نوعية التربة هنا الصابل بلوس لارجيل وهنا بلاطو دو زعير هذا الجرانيت. دونك بالنسبة للصابل والجرانيت والشيست هاد الأنواع هادو كاملين راه كيدخلو في التربة السيليسية داكو يعني ان الشيليج سو بوس او بيان ديفلوب سور لي سول سيليسيو الوغ كو مي لي ابسون في بلاطو دو مرشوش نو الطبيعه ديال التوب اللي كاين في بلاطو دو مرشوش كالكير مي نو بوس با سور لي سول دو كالكير يعني انه لا ينمو فوق التربه الكلسيه بينما ينمو فوق التربه السيليسيه. تكون باش ناكدوا هذيك لي زيبورتاج وحده منهم تكون صحيحه عطاونا واحد بيان سور طابلو كون فو فويي عطاني في ديك دي زيكسبيريونس عطاني لي ريزولطا. شوفوا هاد لي زيكسبيريونس شنو عطاني فيهم.
Donc, l'expérience implantation d'un jonquier, bien sûr, de chêne liège sur un sol de la forêt de Mara. Donc, c'est le de chêne liège ou zrahnaha la forêt de Mara. Et là, j'ai la forêt de Mara, je vois la nature d'elle. La forêt de Mara, la nature d'elle, le sable. يعني التربة اللي هي كتنتمي للتربة السيليسية. شنو لاحظنا؟ لاحظنا لا بلونت بيان سور هاد سو ديفلوب نورمالمون. دونك هنايا النبتة راها وقع لها نمو بشكل عادي، يعني ان هاد لا بلونت ديال شيليج سو ديفلوب سور لا سو سيليسيو. هنا لا بلونت درنا لها بلونتاسيون سور لو سول لا فوري تمارا. تمارا عرفناها الصابل يعني السيليس كنتعمل السيليس، ولكن درنا حتى الكالكار. لاحظنا لا بلونت بيان سور هاد لا بلونت ال مور كتموت. ف تخواتيم اكسبيريونس درنا عاوتاني الشيليج ولكن سول المغشوش. سول المغشوش اللي رجعنا غنلقاو بيان سور هداك لو سول سول كالكا، يعني التربة الكلسية. سول المغشوش لا ناتور ديالو هو عبارة عن تربة كلسية. هنا لو بلانت بيان سور ايل مور، يعني النبتة كتموت. يعني شنو كنستنتج كوم ديدكسيون؟ ان لو شيليج سو ديفلوب سور لي سول سيليسيو الوغ كو ايل سو بيان سور نو بوس با و لا ايل مور سور لي سول د كالكار. يعني ان هاد البلوط الفيلين هي المنفوقة التربة السيليسية ولا ينمو فوق التربة الكلسية. سيتادير عندي واحد لي مو اللي ضروري خصكم تعرفوهم. هنا عندي دي تيرم، هانتوما كاين دي بريفيكس. عندي كون ابل كول كول سي او ال او كول، وكاينه فوج. فوج هي نافور. مي كنقول فوج نافور، كول محب. مثلا بحال هاد الشيء اللي قلنا نافور للتربه الكلسيه، لا ينمو فوق التربه الكلسيه، سيتادير انه نافور للتربه الكلسيه. كناخذوا لا بارتي الاولى ديال الكالكار، هاد الكالكار ما كنكتبوش كلها، كناخذوا غير حتى هنا كالس كالس، وكنزيدوها بيان سور. كناخذوا هاد الكالكار ما كنكتبوش كله كيف ما قلت لكم، كناخذوا لا بارتي الاولى كنديروا كالسي كالسي، وكنزيدها فيوج في الاخر. يعني ان هاد النوع هذا راه نافور للكيلس، ولكن بما انه نافور للكيلس فهو محب للسيليس. محب للسيليس قلنا دائما محب كنديرو كول، والسيليس ما كنكتبوش كلها، كنكتبو سيليس سيليس وفوي سيليس تحديث هنايا، وكنزيدوها كول. يعني انا الشيليس سيليسي كول بيان سور محب للتربة السيليسية الوغ كو الي كالسيفوج ونافور للتربة للتربه الكلسيه. هذا بالنسبه للشيليج. كاين دوطخ بلانت لي العكس ديال هاد الشيليج، يعني غادي تكون هي نافوره للسيليس. الا كانت نافوره للسيليس غنخليو هاد فيوج، غير عوض هاد كالسي غنديرو سيليسي سيليسي فيوج. الا كانت سيليسي فيوج غتكون اوتوماتيكمون بيان سور كالسي كول. كالسي كول غتكون محبه للتربه الكلسيه. هادو فقط اسماء خصكم تعرفوا شنو هي فيوج شنو هي كول و امتى كنضيفهم. دونك غادي ندوزو دابا لانفلونس دو بي اش سور لا كروسونس فيجيتال. كيفاش كتاثر؟ يعني شنو السبب اللي خلى هاد لي بونيس ليتوس باردون هاد لو شي ليج اللي بحالو بحال لي بونيس ليتوس. هادي راها بلونت وحده اخرى، ولكن راه حتى هو نفس الشيء، حتى هو راه كالسيفيوج نافور للتربه الكلسيه و سيليسي كول ومحب للتربة السيليسية بحالو شيليج. شنو السبب اللي خلى هاد لا بلونت هادي نو بوس با سور لي سول كالكير؟ شنو السبب؟ قلنا الى عقلتو ديجا قلنا ان لي سول كالكير اي سون ريش ان كالسيوم و بوف ان سيليس. دابا حنا نشوف دونك هنا خدينا دو تيب دو بلونت لي بينوس ليتوس وعندي فيسيا فابا. لي بينوس ليتوس و فيسيا فابا. هنا بعدا خصنا نديرو قالك اناليز، نديرو اناليز ديال هاد لا كوب. دونك اول حاجه هاد الفيغور ال ريبريزونت لا كونتيتي ديال سي ادو بلس ابسوربي ان فونكسيون دو بي اش. يعني ان هاد الفيغور شنو كيدير ليا؟ كيمثل ليا كميه امتصاص ديال سي ادو بلس بدلاله بي اش.
نحاولوا هاد البي اش نقسموه على جوج، بي اش فاش كيكون اسيد انفيريور ا 7، و بي اش فاش كيكون بازيك يعني سوبيريور ا 7. ونوصف لي بينيس ليتوس كيفاش كيكون لا فارياسيون ديالو، و لوسك بي اش سوبيريور ا 7 كيفاش كتكون لا فارياسيون. و لا ميم شوز بالنسبه للفيسيا فام. نبداو باللي بينوس و الفيسيا فابا مي تيكون بي اش انفيريور ا 7. كون فو فويي اون اوبسيرف كو لا كونتيتي ديال لابسوربسيون ديال سي ا 2 بلس اي لي فابل لوسك لو بي اش اي لي تي انفيريور ا 7. مي تيكون بي اش صغر من 7 كنلاحظو ان الكميه ديال الامتصاص ديال سي ا 2 بلس كتكون ضعيفه بزاف، يلا هنا شي 4 المهم 5 يعني كتكون ضعيفه. الوغ كو on observe que lorsque le pH elle était bien sûr basique, la quantité de CO2 plus absorbée par l'épinus laetus elle augmente progressivement, alors que pour les vicia faba elle augmente légèrement. بالنسبة للبينوس لاتوس كيت يعني الكمية ديال الامتصاص ديال CO2 بلس كتكون بشكل اللي هو كبير، في حين أن الامتصاص ديال CO2 بلس بالنسبة للفيسيا فابا مي كيكون البي اش كبر من 7، كبر من 7 يعني بازيك، كيكون الامتصاص ديال سي ادو بلس كيكون ارتفاع، ولكن الارتفاع اللي هو طفيف. اش قرنا لي بينوس مع الفيسيا، البينوس ارتفاع اللي هو يعني بشكل كبير، والفيسيا فابا ارتفاع بشكل اللي هو ضعيف. هذا بالنسبة بيان سور بالنسبة لاناليز، هادشي اللي قلت لكم راه هو اللي مكتوب هنايا. ندوزو لفيغور 2، يعني قد هنا لاحظتوا قد ما تزاد البي اش قد ما كيتزاد لابسوربسيون ديال سي ا 2 بلس، لابسوربسيون ديال سي ا 2 بلس. هنا عطيني فيغور 2 عطيني هاد المره لا فارياسيون ديال لابسوربسيون ديال ديزيون كا بلس. شنو هي كا بلس؟ هي بوتاسيوم اون فونكسيون بيان سور دو طون، يعطيني الفيتاس ولا الامتصاص ديال هاد ليزيون ديال البوتاسيوم، ولكن بدال الوقت في بيان سور في دوكا اون كا دابسونس ليزيون سي ا دو بلس، في حالة ديال الغياب ميمي كيكون سي ا دو بلس، و اون كا بريزونس ليزيون سي ا دو بلس. لاحظوا معايا لابسوربسيون ديزيون كا بلس اون كا دابسونس ليزيون سي ا دو بلس elle est forte, alors que l'absorption des ions K+ en présence des ions A2+ elle est faible. D'accord, هنا كيف ما كتلاحظوا معايا امتصاص ديال K+ ديال البوتاسيوم كيكون مرتفع امتى؟ مي كيكونوا هاد مي كيكون بيان سور امتى كيكون مرتفع؟ مي كيكونش A2+، مي كيكون غايب هاد A2+ ما كيكونش في التربه، ما كيكونش في التربه كيكون الامتصاص ديال K+ ديال البوتاسيوم بشكل كبير. ولكن فاش كيكون هاد الكالسيوم سي ادو بلس حاضر في التربه كيكون الامتصاص ديال كا بلس كيكون فابل، كيكون ضعيف. يعني شنو نستنتج منها؟ واش هاد سي ادو بلس هاد الكالسيوم واش كيحفز بيان سور ولا يعرقل الون باش لابسوربسيون ديال كا بلس؟ يعني فاش كيكون ها نتوما فاش كيكون اون كاد بريزونس l'absorption qui est clé يعني ان هاد سي ا دو بلس شنو كيدير ليا؟ ال امبيش لابسوربسيون دي زيون كا بلس، يعني هاد سي ا دو بلس ملي كيكون حاضر في التربه يعرقل امتصاص ايونات البوتاسيوم. وخصكم تعرفوا ان لي زيون دو كا بلس اي سون اسونسييل بور لو ديفلوبمون اي لا كروسونس ديال لي بلونت. دونك هاد الكا بلس بوتاسيوم راه واحد الايون اللي هو مهم للنمو ديال النباتات. يعني الا خدينا هاد لو شيليج ولا لابانجون وضعناهم في واحد بيان سور واحد لو سول دكالكار في واحد التربه اللي هي كالسيا، قلنا ان التربه الكالسيا كتكون غيش ان كالسيوم، يعني نسبه ديال سي ا دو بلس مرتفعه في التربه الكالسيا. الا كانت مرتفعه سي ا دو بلس في التربه الكالسيا شنو غادي يدير هاد سي ا دو بلس؟ ما غاديش يخلي هذيك لي بينوس ولا الشيليج ما غاديش يخليها، غيعرقل الامتصاص ديال البوتاسيوم la plante ce qui explique l'absence de la pangeon sur un terrain calcaire. Donc هادشي هو مكتوب كي راه شرحتو لكم بطريقه اختي راه ساهل، يعني ما فيه حتى شي صعوبه. بالنسبه لهاد هاد التمرين هذا راه كيتحط بزاف، كتلقوه بزاف
تحط بزاف في الفرن. دابا شنو لانفلونس ديال الكومبوزيسيون ولا ناتور ديال السول على لا ريبارتيسيون؟ دابا بقات لينا غنشوفو لا كاباسيتي دو ريتونسيون دو سور لا ريبارتيسيون دو السول، القدرة على احتفاظ الماء. غنشوفو كيفاش كتأثر على التوزيع ديال النباتات. خدينا عاوتاني لو شيليج، خدينا بهلوط الفيلين هاد المرة في لا فوغي دو معمورة. عندي هنايا أول حاجة أون فا فيغ لاناليز. كوم فو فويي عندي 3 زون، عندي لا زون أ، لا زون بي، لا زون سي. دونك لاناليز يعني ولا ديكخيغ داكشي لي كنلاحظ راه كنوصفو تو سامبلومون. دونك أون أوبسيرف كو لو شيليج إلي أبسون أبسون دون لا زون أ إي لا زون سي، مي إلي بريزون في لا زون بي. شي لي وصفنا يعني أنه كي غايب في لازون A و C ولكن حاضر في لازون B. دابا غنشوفو علاش. اكسبليكي لا كوز د لابسونس، اكسبليكي بوكوا علاش إلي أبسون في لازون C و لازون A. نبداو في لازون A. لازون A عندي ضايا ضايا، و هنايا شنو عندي؟ عندي طبقة واحدة ديال الصول اللي هي هنايا عندي لارجيل. دونك لارجيل كيف ما كتعرفو أنا لا كاباسيتي دو ريتونسيون لارجيل إلي فورت. الطين كيشد الماء عنده القدره على الاحتفاظ بالماء بشكل كبير، والا كان عنده القدره على الاحتفاظ بالماء بشكل كبير شنو غيبقى لي غاسين ديال لا بلونت؟ ايل فا اسفيكسي. دونك غادي تخترق الجذور ديال هذيك النبته، وبالتالي بيان سور هاد النبته ايل فا موغ. دونك غادي تموت النبته. داكشي علاش هاد لا زون هادي عندي لارجيل عنده لا كاباسيتي مرتفعه ديال لا ريتونسيون، وداكشي علاش النبته ما غاديش تلقاها هنا حيت لارجيل كيشد الماء تو سامبلومون بشكل كبير، وبالتالي النبته لي غاسين قلنا الفا اسفيكسي. نشوفو هنا لازون سي علاش ما كاينش. لازون سي فيها دو كوش، عندها لا كوش الاولى الصابل ولكن لي بيسور ديالها ال ديباس 2 متر تحت منها عندي لارجيل. الا كانت كتعرفوا الصابل لا كاباسيتي دو ريتونسيون ديال فابل ما كيشدش ليا الماء الرمل، بينما الطين كيشد الماء تحت منه، ولكن لي بيسور السمك ديال هاد الصابل في لازون سي ديباس 2 متر كبر من 2 متر. فنظركم واش لي غاستين يقدروا يوصلوا لهاد لارجيل هذا باش الفون ابسوربي دولو؟ ما غاديش يقدروا يوصلوا لارجيل باش يمتصوا بالماء، وبالتالي غادي يموتوا. داكشي علاش ما كنلقاهمش في لازون سي. نمشيو لازون بي. علاش لازون بي فيها الشيء اللي شوفوا معايا فيها تيدوك واش نفس الشيء بالنسبه لازون سي؟ غير لا ديفيرونس لازون الاولى فيها فيها الصابل، ولكن لي بيسور ديال اون دي باس با 2 متر ما فيهش 2 متر تحت منو لارجين، يعني انا لي غاسين ديال هاد لي شي لي يقدروا يوصلوا يقدروا يوصلوا لارجيل، وبالتالي يعني لو شي لي نقدروا نلقاو هنايا. يعني شنو هما لي فاكتور اضافيك فافورابل بور ليكزيستونس ديال لو شي لي؟ شنو هما الظروف المناسبه باش يكون هاد لو شيليج حاضر؟ وانه يكونوا دو سترات ولا دو كوش ديال لو سول. لا سترات بروميير سترات كونتيان بيان سور لا الصابل ا كونديسيون نو ديباس با 2 متر مخصوص يفوت ليا 2 متر، و دي سور سيكون بيان سور لارجيل تحت منو غيكون لارجيل. هادو هما لي كونديسيون بيان سور او بيان لي فاكتور اضافيك فافورابل pour l'existence ديال لو شين ليج. دونك هادشي اللي قلت لكم الاناليز، يعني داكشي اللي كنشوف اللي كنلاحظ راه تنقولوا فين كاين فين ما كاينش. دكو هنايا لي كونديسيون فافورابل شرحنا علاش هنايا بيان سور لو شين ليج علاش ما كاينش في ديك لا بارتي، كنا حيت هذا خص يكون ديك لا بارتي ولا لا كوش ديال الصابل لي بيسور ديالها مخصوش يفوت 2 متر. الا فات 2 متر بيان سور لي غاسين اون نو با اتاندر هاد بيان سور لوريزون ولا سترات دارجيل، الوغ كو يعني لي كونديسيون فافورابل خاص ان سول سابلو اون نو ديباس با 2 متر لي بيسور او ديسو دان اوريزون ارجيلو. اش ما كتحتاج هادشي غير مكتوب، المهم انا قلت لكم الطريقه. غنشوف لانفلونس لاسيديتي دو سو سور لا ريبارتيسيون دي زاليمون. هاد المره غنشوفو الحمضيه، تاثير الحمضيه شفناها على توزيع النباتات كتاثر. غنشوفو دابا التاثير ديالها على توزيع الحيوانات ياك. عندي 3 تيب هنايا ديال ليفر دو تيغ،
دي دانت الارض عندي لو تيب 1 تيب 2 لو تيب 3 كون فوي تيب 1 بيان سور ال بريفير واحد لو سول ان بي اش اللي هو اسيد بي اش اسيد بالنسبه للنوع الاول كي يعني كيفضل التربه تكون حمضيه الوغ لو تيب 3 ال بريفير ان سول اللي هو يا بازيك سوبيريور اسيد بالنسبه لو تيب 2 بيان سور ما عندوش مشكل بيان سور بريفير ما عندوش واحد المشكل انه يعيش في التربه الحمضيه ولا التربه بيان سور السول كي بازيك ما عندوش مشكل عادي يعني كيقدر يعيش فيهم بجوج لو تيب 2 بيان سور كيقدر يعيش في لو سول كي بازيك وكي اسيد بيان سور او ميم طون نفس الوقت يعني ان هاد بيان سور هاد l'acidité ou le pH et l'influence la répartition des vers de terre. On arrive l'espèce fine qui compte et se répartit le sol à pH le acide l'espèce 2 se répartit le pH le acide et basique les deux alors que l'espèce 3 elle répartit dans un pH le basique. Comme déduction l'espèce 1 elle préfère des sols acides. الفوي بيان سور لي سول بازيك يعني كيحب دولا كيفضل انه يعيش في لو سول اسيد ولكن كيهرب من لو سول بازيك كونتريرمون العكس ديال لسبيس 3 كي بريفير دي سول بازيك كونتر لسبيس 2 ال ريست انديفيرونت يعني جوج مشكل كيف ما قلت لكم على ناتور دو بي اش دو سول دونك لو بي اش بيان سور سي ان فاكتور كي ليميتون بور لسبيس 1 يعني واحد العامل محد حتى تي في شي نوع اخر ديال البي اش وكاينش بي اش اسيد حتى تي في البي اش بازيك غيموت ما يقدرش يعيش فيه كومبيلون يعني انا لو سول راه عنده دي كاركتيرستيك كي سون فيزيك اي شيميك فيزيك بحال هاش بحال لا تيكستور كيف ما قلت لكم لا ستراكشر لا كاباسيتي لا بيرميبيتي هادشي اللي درنا ودي كاركتيرستيك شيميك بحال بي اش ولا تونور اون ماتيير منها دونك هنا غادي نسالي الحصه ديالي دونك هنا كنسالي الحصه ديالي وكنقول لكم الى اللقاء لحصه مقبله باذن الله اللي غادي نكمل فيها ان شاء الله الدرس باذن الله واي تعليق كونسيرنون بيان سور لي كور ولا اي تساؤل في الدرس مرحبا بكم حطوه ليا في لي كومونتير راه كنقرا جميع لي كومونتير ديالكم بالنسبه لي كونترول الى عندكم يعني دي بروبوزيسيون حطوهم ليا في التعاليق كذلك يعني اللي بغيت نخدم معكم نزيد نخدم معكم دي كونترول في هاد الشابتر هذا نخدمهم معكم راه ديجا حاطه دي كونترول يعني دي زيكزامبل رجعوا شوفوهم وكنقول لكم استودعكم الله الذي لا تدعو دائعه والى اللقاء وتوفيق لجميع التلاميذ والتلميذات.